وفور وصوله جدة للمشاركة في القمة، كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية. ولدى وصول سيادته جدة، كان في استقبال سيادته سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وكبا كبار رجال الدولة في المملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة المصرية